أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كتاب في حياتي. يسعدني أعزائي المشاهدين أن تكون ضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة سامية المرصفاوي، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي. أرحب بحضرتك يا دكتورة سامية. يا أهلا بك دكتور حامد، وكل عام وحضرتك بخير. وأنتم بخير. إحنا سعداء أن حضرتك تكوني معنا في هذه الحلقة، ويعني وحضرتك طبعا مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي. هنتكلم عن ما نشهده حاليا من تغيرات مناخية احنا مش متعودين عليها، لكن في البداية ياريت اسمع من حضرتك يعني سيرتك الذاتية من خلال مراحل التعليم المختلفة حتى وصلتي الى مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي. اولا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر كلها بألف خير. أنا اسمي سامية محمود المرصفاوي، من مواليد السويس الأربعين، واتعلمت بلد الأبطال، ربنا يخليك. اتعلمت في محافظة القليوبية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الكلية، كلية زراعة مشتور. ابتديت اشتغلت في المركز. زراعة مشتور من أعرف إن هي من أقدم كليات الزراعة. تمام، كانت معهد التعاون الزراعي ثم، وكانت المكان الوحيد اللي كان بيدرس كلية زراعة أو معهد اللي كان بيدرس باللغة الإنجليزية. وبعد كده بقت كلية وبقت تدرس باللغة العربية. اشتغلت في مركز البحوث الزراعية في نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات. مركز بحوث الزراعية كان لي فضل كبير بعد ربنا عليا، خصوصا ان انا اشتغلت مع استاذ فاضل رحمه الله، الاستاذ الدكتور حلمي عيد، واللي على اساسه اتعلمت يعني ايه جو، يعني ايه علاقة العوامل الجوية بالزراعة. الجو بيأثر في كل شيء، مش في الزراعة بس، في كل حياتنا. يعني ده الجو فيه عنصر من عناصر الجو، لولاه ما كانت هناك حياة على سطح الأرض. العملية البسيطة، عملية التمثيل الضوئي اللي النبات بياخد فيها ثاني أكسيد الكربون من الجو، بياخد مية من الأرض ويكون لنا مادة جافة في النبات بينطلق منها الأكسجين الحر. لولا هذه العملية لانخفضت نسبة الأكسجين الحر في الجو، أصبحت الأرض غير صالحة لمعيشة الإنسان. كل عنصر من عناصر الجو ليه مهمة كبيرة جدا في حياة الكائنات الحية عموما. لو زاد أو قل بيحصل خلل، وهي دي المشكلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان نتيجة نشاط الإنسان وطموحه واللي كان سببه الثورة الصناعية اللي أدت لانبعاثات مجموعة من الغازات دفت سطح الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سطح الأرض في البداية خلق معاها نسبة من الغازات قادرة على حبس أو امتصاص كمية من أشعة الشمس اللي بتوصل للأرض. الكمية دي بتمنعها من الخروج لطبقات الجو العليا علشان تاني يوم ينزل أو يدخل لنا كمية من الأشعة جديدة. هذه الكمية الضئيلة هي دي اللي بتدفي سطح الأرض. لولا هذه النسبة من الغازات اللي بتدفي سطح الأرض لكانت درجة حرارة سطح الأرض ناقص 14 درجة مئوية. لكن من نعم ربنا علينا عشان يبقى فيه توازن حراري وتصبح سطح الأرض صالحة لمعيشة الكائنات الحية، إن خللنا نسبة بسيطة من الغازات تحبس لنا القدر المناسب علشان الجو حوالين سطح الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيه يصبح ملائم. اللي حصل بعد كده طموح الإنسان عمل الثورة الصناعية اللي كان من نتيجتها زيادة انبعاثات الغازات الحبسة للحرارة أو المصة للحرارة أو غازات الصوبة أو الغازات الدفيئة، كلها مصطلحات لمعنى واحد وهو الغازات المسؤولة عن زيادة تدفئة سطح الأرض. هو ليه حضرتك يعني اهتميتي في البداية بدراسة المناخ أو التغيرات المناخية في البيئة بصفة عامة؟ يعني هل دراستك المختلفة في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية يعني كنت مهتمية بفرع معين من الدراسة، أو استهوتك دراسة المناخ يعني بطريقة أو أخرى؟ يعني أولا زي ما قلت لحضرتك من شوية، الفضل ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم الأستاذ الدكتور حلمي عيد اللي هو قائد ثورة المناخ الزراعي في مصر. أكتر واحد اشتغل على علم المناخ ودرسه وعلمه، لعمل مدرسة في مركز البحوث الزراعية حتى في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكان بيلف بالمدرسة بتلامذته بالمجموعة بتاعته اللي شغالين معاه في محطات التجارب الزراعية علشان يبين أهمية المناخ ويعظم من دور المناخ في المجال الزراعي، ويقول للناس قد إيه المناخ ده عامل مهم جدا في حياتنا اليومية وخصوصا على محاصيلنا الزراعية.
حبيت المجال ده لان لقيت المجال ده المجال اللي مظلوم شويه ما بين كل العلوم اللي احنا عايشينها، المجال اللي ما خدش حقه كامل لغايه دلوقتي، في حين ان هو العلم اللي داخل في كل مجالات الحياه، كل العلوم صح. يعني احنا لو درجه الحراره زادت درجه او انخفضت درجه، الرطوبه النسبيه لو زادت او قلت، الرياح لو زادت او قلت، المطر لو زاد او قل، كل ده مش هقول بيأثر على حياتنا، خلينا نتكلم في المجال الزراعي، بيأثر تأثير سلبي على النبات. فلازم وجود ظروف جوية مثلى علشان ناخد أقصى استفادة من النبات. عشان كده كنت بحب أدرس إيه هي الظروف المثلى اللي بتدينا أقصى استفادة من الإنتاج المحصول. احنا عندنا مناطق مناخية مختلفة على مستوى مصر، عندنا الدلتا وعندنا مصر الوسطى وعندنا مصر العليا، كل منطقة مميزة بمناخ معين، كل محصول محتاج ظروف مثلى علشان يحقق أقصى إنتاجية منه. دورنا احنا بقى تمام، دورنا احنا نقول ايه هو المناخ المناسب لزراعة كل محصول علشان احقق أقصى استفادة من هذا المحصول. ده مش كده وبس، دورنا كمان ان احنا نقول يا ترى تحت ظروف الدلتا النبات انسب ميعاد للزراعة امتى، انسب ميعاد للري امتى، انسب كمية مية ادهاله قد ايه. يعني انا لو استغليت عناصر المناخ استغلال صح هقدر احط ادارة كاملة، ادارة مزرعية جيدة لكل محصول تحت ظروف كل منطقة مناخية. واعتقد دكتورة سامية ايضا ليه المناخ ليه علاقة مباشرة بالمكافحة المتكاملة، يعني ليه علاقة بالامراض وبالحشرات اللي ممكن تصيب اي محصول. اكيد، لان كل حشرة ما هي الا عبارة عن مجموعة بنسميها الجرونج دي ديز، كل حشرة محتاجة تجمع كمية حرارة معينة عشان توصل لطور الحشرة الكامل أو اليرقة أو تتنقل من طور لطور من ستيج لستيج. لما بتكملها بتبدأ الحشرة الكاملة تتكون وتظهر. دورنا إحنا من خلال عملية التنبؤات، عندنا إحنا عندنا وحدة اسمها وحدة التنبؤات الجوية، بنقدر نتنبأ لمدة 5 أيام قادمين أو جايين. لما نجمع الحرارة المتجمعة اللي بتقترب من الحرارة المتجمعة اللازمة لوجود حشرة معينة، بنبدأ ندي إنذار مبكر للمزارعين، خدوا بالكم رشوا رشة وقائية علشان الحشرة دي هتظهر. فالمزارع اللي بيستجيب والإدارة اللي فعلا بتقدر تنقل توصياتنا بسرعة، بيقدر فعلا المزارع بتاعها بينجو من أي مشكلة لأي حشرة بتظهر في الوقت ده. حضرتك اتجهتي للدراسة في كلية الزراعة، هل ده كان يعني بسبب مكتب التنسيق ولا حضرتك فعلا حب هذا العلم أو هذه الفروع من العلوم الزراعية؟ وعن اقتناع وحضرتك كنت حابة شايفة نفسك فيها يعني ممكن تكوني يعني وضع مهم جدا في زي ما حضرتك موجوده دلوقتي في مركز بحوث الزراعه؟ لا والله انا ما فكرتش في الوضع الادبي ايا كان بقى كبير ولا مرضي، انا كل اللي كنت بتمناه وقتها اول رغبه كتبتها كليه زراعه. بحب انا الدراسه اللي هي فيها روح فيها حياه فعلا عشان الواحد يعمل شغل. هي علم الحياه بالظبط كده. فاللي بيدخل زراعه اعتقد وحبيبها ربنا بيكرمه وبيقدر يوصل لدرجات كويسه. طيب حضرتك اهم القراءات بقى يعني خلال مسيره سيادتك، هل في قراءات معينه حضرتك مهتمه بيها او تذكر كتاب معين كان ليه تاثير مباشر في حياتك؟ انا طول حياتي من وانا صغيره بحب اقرا قصص، اقرا روايات، اقرا قصص بوليسيه، اقرا قصص غريبه كده شويه يعني ما يكونش الناس معتاده تقراها، حاجات عن السحر والجن والحاجات كده. لكن بعد بقى ما اتجهت للبحث عن السحر العلمي والجن، بس دي بعيده خالص عن والله من وانا في اعدادي وفي ثانوي قريت حاجات كتير عن الموضوع ده. لكن من بعد بقى ما الواحد اتجه للبحث العلمي وكده ابتديت اهتم جدا بمراجع الفقه. فعلا مراجع قيمه، ولما بحتاج فعلا افسر مشكله معينه مش لاقيه لها حل بدخل على طول على الموقع الفاو واقدر الاقي الاجابه على اي مشكله او استفسار انا محتاجاه. عامله الفاو عامله مراجع كثيره جدا خصوصا الحاجات الخاصه بمراجع الميه، يمكن علشان انا تخصصي ميه ومناخ، منزله لنا ارقام كثيره مثلا فاو 24 فاو 33 فاو 56، حاجات بتهتم جدا بالميه. حتى النماذج عامله مودلز كثيره جدا، من خلال المودلز تقدر تقول لنا
امتى اروي، كميه ميه قد ايه، لو في عجز مائي في مواردنا المائيه ممكن احرم الري امتى، بحيث ما ياثرش كتير على انتاجات محصولي. النماذج اللي بتاعت الفاو زي الفاو كروب وات مثلا، اكوا كروب، النماذج اللي بتقدر تعمل لنا سيميوليشن بتحاكي ما يحدث للنبات في الطبيعه، ممكن من خلالها اقدر اعمل اداره جيده للري الحقلي واعظم الاستفاده من وحده الارض ووحده الميه، اخد اقصى استفاده من كل متر مكعب بضيفه في الارض. بالذات ان احنا يعني اعتقد داخلين على مرحله خطيره جدا، يعني بالذات موضوع سد اثيوبيا والفقر المائي. هل حضرتك شايفه ان الفلاح المصري محتاج نوع من التوعيه والارشاد علشان يقدر يحافظ فعلا على كميه الميه؟ أكيد أكيد. وعلى فكرة الفلاح على قد ما هو ذكي وشاطر وعنده خبرة، لكن من خلال المشاكل اللي احنا عايشينها، سواء تلوث المية، سواء نقص المية، سواء نقص الأرض الزراعية، نقص مساحة الأرض الزراعية، كل دي مشاكل، ارتفاع أسعار السماد وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، كل دي حاجات مشاكل بتقابل الفلاح. احنا من خلال الحاجات البسيطة، التكنولوجيا البسيطة اللي احنا بنعيشها والوسائل البسيطة اللي احنا بنقدر نسهل بيها المدخلات ونسهل بها العمليات الزراعية، من خلال الأجنتات الزراعية اللي احنا بنقدر نطبقها، نقول المزارع الأصناف الجديدة ايه، الصنف المناسب ليك ايه، معاد الزراعة المناسب ليك، انت ممكن تروي بكمية مية قد ايه، وامتى تروي المحصول بتاعك، كل المانجمنت ديت لو قدرنا نوصلها للمزارع من خلال لقاءات، سواء يوم حقل، يوم حصاد، المدارس الحقلية، الندوات الإرشادية، النشرات اللي ممكن نعملها، الحملات القومية والحملات القومية والنشرات الصغيرة اللي ممكن حتى نوزعها مع التقاوي والسمات في الإدارات الزراعية ويبدوها للمزارعين يقروها. فحتى كمان في مزارعين بيقولوا لنا احنا ممكن ترسلونا، نرسلكم من خلال الإيميلز لو ليكم موقع نقدر نبعت لكم بيه مشاكلنا. فالمزارع حابب، بس احنا بنتمنى ان احنا نقدر نوصل ليه في كل المحافظات الجمهوريه ونديله النصائح الارشاديه اللي احنا وصلنا ليها. هل احنا يا دكتوره سامية محتاجين ان احنا نرجع للدوره الزراعيه مره ثانيه؟ بتمنى بتمنى، عشان نعمل فعلا اداره مزرعيه جيده لازم نرجع للدوره الزراعيه تاني. اعتقد دي هتفيد في كل حاجه، يعني المزارع قبل في عمليات